6 في القاهرة نشرة إخبارية من عاصمة الخبر وإلى أبرز العناوين. وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون أن استخدام روسيا أي أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية ستكون عواقبه وخيمة. روسيا تعلن فرض حظر التجول في خرسون على مدار اليوم. اشتباكات بين أنصار عمران خان وقوات الأمن الباكستانية في إقليم البنجاب. نبدأ النشرة مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь ні, то діяти потрібно. Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع روسيا مرة أخرى إلى إيقاف عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور، وأكد الوزراء أن أي استخدام لأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية من جانب روسيا سيواجه بعواقب وخيمة. هذا واتفق الوزراء على أهمية وجود آلية تنسيق لمساعدة أوكرانيا على إصلاح وترميم البنية التحتية الحيوية. أكد مراسل القاهرة الإخبارية بواشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيلتقي نظراءه من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا لمناقشة التحديات التي تواجه العالم. يأتي هذا في اليوم الثالث لزيارة بلينكن لألمانيا، حيث اختتم وزراء خارجية دول مجموعة السبع اجتماعهم بعد يومين من المناقشات. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة 318 ألف شخص ضمن خطة التعبئة الجزئية، وقال بوتين إن 49 ألفا ممن تمت تعبئتهم أرسلوا إلى جبهات القتال في أوكرانيا. هذا وشدد بوتين على ضرورة إجلاء جميع سكان خرسون وبشكل سريع، كما أشار إلى أن موسكو سوف تساعد جميع اللاجئين القادمين من خاركيف أو أي منطقة من أوكرانيا، وستسهل إجراءات منح الجنسية الروسية لهم. جاءت تصريحات بوتين خلال مشاركته في مراسم وضع الزهور على النصب التذكاري لكوزما مينين ديمترو بوغاريسكي في الساحة الحمراء بوسط موسكو. أكد بوتين أن الغرب يدفع الأوكرانيين إلى الهلاك. هذا وأشار بوتين خلال زيارته معرضا بعنوان أوكرانيا في منعطفات العصر في موسكو أن الغرب يسلح كييف بلا هوادة ويحاول إضعاف روسيا بشتى السبل. في الغرب يتم قلب الأحداث التاريخية الرئيسية رأسا على عقب، بينما يتم طمس الحقيقة. أوكرانيا سلكت الطريق الذي يسمح بالتدخل المباشر وغير المبرر للدول الغربية في شؤونها الداخلية، وكان الصدام مع النازيين الجدد حتمية وبلغ أشدة عندما أصبح الوضع قاتلا بالنسبة لروسيا. الغرب أدخل قيما زائفة في أوكرانيا وأعاد برمجة عقول الملايين من الناس وحاول إشعال الفتيل أملا بانهيار روسيا. أعلن نائب حاكم منطقة خرسان كيريل سريموتوف فرض حظر التجول بمدينة على مدار الساعة.
قال سريموسوف إن هذا القرار ضروري لحماية المدينة. كان المسؤول المحلي لمنطقة خرسون الجنوبية قال إن موسكو قد تسحب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو، وأفاد المسؤول بأن روسيا طلبت من السكان الموجودين ضمن منطقة عازلة على ضفة النهر شرق خرسون ضرورة المغادرة أيضا. يأتي هذا غتاة تأكيد مصادر عسكرية روسية أن كييف تخطط لشن هجوم مضاد على خرسون. كانت وزارة الخارجية الأوكرانية نددت بما وصفته بعمليات ترحيل روسية لمواطنين أوكرانيين في خرسون وزابوريجيا، ودعت الخارجية الأوكرانية المجتمع الدولي إلى إدانة دولية لما تفعله روسيا وفرض مزيد من العقوبات عليها. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن نحو 4.5 مليون شخص في كييف وعشر مناطق أخرى يعيشون في ظلام تام. هذا وأوضح زيلينسكي أن جميع مؤسسات الدولة عليها أن تعمل لاحتواء أزمة انقطاع الكهرباء الناجمة عن استهداف روسيا للبنية التحتية في أوكرانيا. إنه أمر مهم الآن للحفاظ على قدراتنا للعمل معا، لذا اليوم أريد أن ألفت انتباه السلطات المحلية إلى أنه يجب التأكد من أنه لا يوجد أي استخدام غير ضروري للكهرباء في جميع المدن والمجتمعات في أوكرانيا. إن هذا الوقت ليس الوقت الصحيح لتشغيل لافتات الإعلانات أو الإشارات أو العروض الصاخبة وأي إضاءة من هذا القبيل. نتحول الآن إلى الزميل أحمد أبو زيد لمتابعة تطورات العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. إليكم. شكرا جزيلا لكما رغدة وشيماء. من جديد إذن أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام. سنحاول أن نسلط الضوء على تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية على ضوء قرارات مجموعة السبع التي عقدت اجتماعاتها في ألمانيا على مدار هذا اليوم واليوم السابق له. عبر سكايب من برلين الأستاذ مارك مجدي الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أستاذ مارك أهلا وسهلا بحضرتك. ما حدود الدعم الذي تقوى الدول الأوروبية بالدرجة الأولى على تقديمه لأوكرانيا في ضوء مشكلة اقتصادية هي الأعنف من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية تقريبا؟ يعني هو بالطبع الدول الغربية منذ بداية الحرب أو الأزمة الروسية الأوكرانية دعمت أوكرانيا يعني ماليا أو بإرسال السلاح، ولكن في هذا الاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة مونستر لدول مجموعة السبع أعلنوا دعمهم لأوكرانيا خلال هذا الشتاء، أنه يعني لن يكون أو كما أعلنوا أنه لن يكون شتاء، لن يترك أوكرانيا أن تمر بشتاء صعب هذا العام. وكما أعلنت أو صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أن ألمانيا بالفعل قد أرسلت 100 مولد كهرباء. طب معلش أستاذ مارك، هي أوروبا أصلا تضمن لنفسها شتاء غير صعب إذا كانت تريد أن تقدم خدماتها لأوكرانيا؟ يعني هو بالطبع يعني حاليا ألمانيا أعلنت من قبل أنها قد قامت بتخزين احتياطي للطاقة لهذا الشتاء، ولكن بالطبع يعني هذا الأمر ليس محسوما حتى الآن في كثير من الدول الأوروبية، ولكن هذا ما أعلنوه يعني في خلال الاجتماع الأخير لمجموعة السبعة أنهم مستعدون لتقديم الدعم الكامل لأوكرانيا من إرسال مولدات الكهرباء لإعادة البنية أو هيكلة البنية التحتية بالأخص المياه والطاقة، ويعني دعم أوكرانيا دعما كاملا في هذا الشتاء. أستاذ مارك، يعني قد يبدو الأمر غريبا، أكبر حزم دعم تقدمها دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي لدولة ليست عضوا فيه تقدم لأوكرانيا، حزم المساعدة التي تقدم تحت مظلة مجموعة السبع وأوكرانيا ليست عضوا فيه، الناتو يقدم العطاءات العسكرية غير المسبوقة لأوكرانيا وأوكرانيا ليست عضوا فيه، ألا يفسر كل ذلك على أنه استعداء لروسيا وفقط؟ يعني هو بالطبع ممكن أن يفسر على أنه استعداء، ولكن أيضا هو يفسر أيضا على أنه يعني يعتبر حماية الأمن القومي الأوروبي أو الغربي بشكل عام، يعني ليس فقط كاستعداء ولكن كما يعني يصرحون أو يفسرون أن هذه القرارات أو هذه الحزم من العقوبات أو الدعم لأوكرانيا يعتبر أيضا حماية للأمن القومي الأوروبي.
كانت المسألة في بداية الأمر كانت تساق بهذا الشكل وكانت تحظى باقتناع كبير على مستوى الأوساط الشعبية والاجتماعية المختلفة في أوروبا، لكن مع زيادة الضغط الاقتصادي الذي انعكس على المستويات المعيشية والاجتماعية في أوروبا، هل لا يزال هذا المبرر مقنعا وبالتالي قاعدة لاستمرار الدعم المقدم لأوكرانيا؟ يعني هو بالطبع حاليا مع أزمة التضخم وأزمة الطاقة في أوروبا الأمر يعني اختلف قليلا، ولكن يعني مسألة التراجع ليست سهلة، ويعني على المستوى العام أو الرأي العام الشعبي لم يتراجع كثيرا، يعني في يعني نقدر نقول في التوجه للأزمة، إذا كان يعني إذا ليس هناك من يدعو لوقف العقوبات أو ليس هناك أي، ولكن هناك بالفعل كان هناك مظاهرات ضد التضخم، ضد صعوبة المعيشة، ولكن ليس هناك أي حراك أو أي توجه للرأي العام ل يعني الشأن الأوكراني الروسي. التحذير نعم التحذير من خطورة إقدام روسيا على الذهاب إلى الخيار النووي ينظر إليه أيضا على أنه وكأنه تحرش بروسيا حتى تدفع لاستخدام هذا الخيار، لأن الروس يقولون على مدار أسابيع كنا نستصرخ لدخول أوكرانيا بطريقة غير مباشرة، روسيا تحشد، روسيا تعد العدة، روسيا ستقدم على خطوة الدخول حتى دخلت روسيا. الآن يبدو أن الغرب أيضا لديه استراتيجية وفق الرواية الروسية لإكراه روسيا على استخدام السلاح النووي إذا جاز التعبير. يعني بالطبع هي التصريحات أو الاتهامات المتبادلة في هذا الشأن، يعني حتى اللحظة هي مجرد تبادل ل يعني لفكرة اتهام أو اتهامات إنه الطرف الروسي من الممكن أن يستخدم النووي وتحذير إذا تم استخدامه بطريقة جزئية أو تكتيكية في أوكرانيا. يعني هو مجرد نقدر نقول حتى اللحظة مجرد تبادل اتهامات لفظي وليس أكثر. يعني حدود الدعم الذي يمكن أن تقوى الدول الأوروبية على تقديمه، لأن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة لا تضع على الأقل أفقا واضحا لتسوية سياسية لهذه الأزمة، وبالتالي فالدائرون في فلكها مطالبون أيضا بالاستمرار في نفس وتيرة الدعم. يعني كما قلت أو ذكرت في السابق أن ألمانيا يعني مثلا بعتت أكثر من 100 مولد ومستعدة أنها في طريقها أنها تبعت مضخات مياه ومولدات أخرى ومساعدات أخرى في الأيام القادمة. يعني أعتقد يعني حتى اللحظة هذا هو المعلن، يعني ومن الصعب يعني توقع على أي مدى ممكن تدعم أوروبا في الأيام القادمة أوكرانيا، أو يعني حسب المعلن حتى الآن هي الذي أعلنوها في هذا الاجتماع بمونستر. يعني أستاذ مارك مجدي الباحث في العلوم السياسية عبر سكايب من برلين، أشكر انضمام حضرتك إلينا، شكرا جزيلا. نتابع أيضا في ذات السياق وعبر الهاتف من موسكو الدكتور سعد خلف الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الروسية. دكتور سعد أهلا وسهلا بحضرتك. بمعايير الربح والخسارة، ما الذي جنته روسيا من وراء هذه العملية التي شارفت على عامها الأول أكثر من أنها لم تحقق أهدافها، وخدش الكبرياء الروسي في أكثر من مناسبة داخل أوكرانيا، والسلاح الروسي أصبح موضع إعادة تقييم من جديد، والأزمات الاقتصادية أو الضغط الاقتصادي للإنفاق على هذه العملية أصبح عبئا على الموازنة الروسية؟ بداية تحيتي لك أستاذ أحمد والأستاذ المشاهدين. يعني جملة من الأسئلة الكبيرة طرحتها أنت في هذا السؤال المعمم، لكن علي أن أدقق عدة نقاط. هي المسألة بالنسبة لروسيا لا تحسب حسب فهمي للتصور الروسي وللدوافع الروسية لدخول هذه العملية العسكرية، ليست من منطق الربح أو الخسارة. يعني الموقف الروسي والتصور الروسي يرى أنه دخل إلى هذه العملية العسكرية مضطراً نظرا لوجود تهديدات كبيرة للغاية من أوكرانيا، وليس فقط من أوكرانيا بل من جانب الغرب المعسكر الغربي، ولا نقول من جانب المجتمع الدولي، من جانب حلف الناتو تحديدا بقيادة الولايات المتحدة، نظرا لرفض التحالف، لرفض الولايات المتحدة الاستجابة للمخاوف الأمنية الروسية التي عبر عنها الجانب الروسي مرارا وتكرارا. ولم نعود في التاريخ طويلا، نعرف جميعا ما حدث بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والخدعة التي وقع فيها ميخائيل غورباتشوف على يد جورج بوش الأب. بوتين عاد وكرر هذه النقاط، لكن نعود إلى الماضي القريب ونهاية العام الماضي، أي في شهر أكتوبر الماضي بدأ دعا الرئيس بوتين
الغرب دعا الولايات المتحدة، دعا الاتحاد الأوروبي وبلدان أوروبا إلى صياغة مفاهيم جديدة للأمن الأوروبي المشترك، لم يستجب لها واحد، لم يتعامل معها واحد بجدية. أرسل مطالبه للضمانات الأمنية في شهر ديسمبر، في نهاية نوفمبر بداية ديسمبر من العام الماضي، أيضا تعامل الغرب معه باستخفاف، قال أن لديه مخاوف حقيقية من تمدد حلف النيتو ونيته لضم أوكرانيا، لم يستجب له أحد. قال أن هناك نزعة نازية حسب الوصف الروسي في أوكرانيا، هناك عدائية كبيرة تجاه روسيا، هناك استعداد من جانب الجيش الروسي، وهنا مربط الفرس للدخول إلى منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين تقطنهما أغلبية ناطقة بالروسية، وكانت لا تزالان هاتان المنطقتان ضمن الدولة الأوكرانية، ضمن النظام الإداري والسياسي للدولة الأوكرانية. وكلما دعا إليه رئيس بوتين هو تنفيذ اتفاقات مينسك التي كان تم التواصل إليه في عام 2015، لم يستجب له واحد. نظرا لهذه المخاوف دخل هو إلى هذه العملية العسكرية، أي أنه دخلها مضطرا وليس راغبا في تحقيق يعني مكاسب. ما ثم ماذا كانت النتيجة دكتور سعد؟ يعني حضرتك أشرت إلى حجم الضغوط التي مورست، وأنه إذا فسر البعض ما تقوله حضرتك بأنه استدرج إلى أوكرانيا إذا جاز التعبير أو إذا كان الوصف دقيقا، ثم ماذا جنى بعد 8 أشهر ونيف؟ يعني أنا لا أستطيع الاتفاق على أنه استدرج، هو دخل مضطرا، يعني هناك يعني تفريق في المفاهيم حسب الفهم الروسي الذي أفهمه أنا. بالطبع بعد مرور 8 أشهر، يعني إذا عدنا إلى لحظة إطلاق بوتين لهذه العملية العسكرية، وحين أطلقها قال أنه يدخل في عملية عسكرية خاصة وليست حربا مفتوحة مع الجانب الأوكراني، وأن لها أهدافا محددة، وحذر من دخول أطراف ثالثة على الخط. ما حدث في واقع الحال أنه بعد 2 أو 3 أشهر من العملية العسكرية بدأ الغرب يدخل بثقل في هذه العملية العسكرية أو في هذه المواجهة داخل أوكرانيا. بالطبع لم يدخل بجنوده بشكل مباشر، لكننا رأينا كميات الأسلحة وحتى الأرقام الفلكية التي يتحدث الغرب عنها بالمساعدات العسكرية وغير العسكرية التي دخل بها إلى أوكرانيا. يعني منذ يومين، أول أمس تقريبا صرح جوزيف بوريل بأن الاتحاد الأوروبي أمد أوكرانيا ب 18 مليار يورو مساعدات عسكرية بخلاف المساعدات الخاص أو التي قدرت، يعني الناتو وأوروبا دكتور سعد يضعون هذه الأرقام ضمن سجل الفخار لمحاولة الوقوف والحيلولة دون تمدد روسي أبعد من أوكرانيا وحماية لأمن الحلفاء وما إلى ذلك، فهذه الأرقام ينظر إليها الأوروبيون على أنها ليست معرة بل مدعاة للفخر. ألم يكن فلاديمير بوتين يدرك هذا بأنه سيحدث بالفعل؟ يعني أعتقد أنه كان يتوقع ذلك، لكن أعتقد أنه أيضا بعد تحذيره في البداية، منذ البداية، بأنه قد نصل إلى المواجهة المباشرة. إذا وصلنا إلى المواجهة المباشرة بين روسيا والناتو، لن تستطيع روسيا وفقا للتقييمات العسكرية التقليدية، وأقصد هنا إذا دخلنا في حالة مواجهة مباشرة بين روسيا والناتو، لا يمكن لروسيا أن تصمد أمام الناتو باستخدام الأسلحة التقليدية. بالطبع المقارنة هنا ستكون خاسرة بالنسبة للجانب الروسي، وفي هذه الحالة سيكون هناك تهديد وجودي بالنسبة للدولة الروسية، ما سيضطر روسيا إلى اللجوء إلى الخيار الآخر وهو سلاح الردع النووي. بالطبع الجميع يتبطأ في الوصول إلى هذه النقطة، الجميع يدرك مخاطر هذه النقطة، لا زلنا بعيدين عنها حسب فهمي بالطبع، لكن مع ذلك الغرب يضغط بشكل قوي محاولا استنزاف روسيا وليس محاولا وقف تمدد. حضرتك ذكرت في البداية أن الغرب مارس ضغوطا اضطر معها بوتين للعملية العسكرية، وتقول الآن أن هناك ضغوطا أيضا من الغرب للذهاب إلى الخيار النووي، ولا يعلم ما إذا كان المآل سيكون واحدا أم لا من موسكو. والدكتور سعد خلف، الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الروسية، منضما إلينا عبر الهاتف، أشكر انضمام حضرتك إلينا، شكرا جزيلا. الآن العودة من جديد إلى رغدة وشيماء لاستكمال ما تبقى من فقرات هذه النشرة، إليكم. شكرا لك أحمد. نتحول إلى تطورات الأوضاع في باكستان وتداعيات المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.
قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن اثنين من الرماة حاولا اغتياله بمدينة وزيراباد أمس عندما أطلق النار على مسيرة احتجاجية كان يقودها إلى العاصمة إسلامباد. وفي خطاب من أحد مستشفيات لاهور قال عمران خان إنهم قتلوا شخصا وأصابوا 11 آخرين خلال الهجوم. أضاف خان أن 3 أشخاص وضعوا خطة لاغتياله. هذا واندلعت اشتباكات بين أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان وقوات الأمن في روالابيندي بإقليم البنجاب. وتأتي هذه الاشتباكات بعد يوم من المحاولة الفاشلة لاغتيال عمران خان بينما كان في تجمع لأنصاره في وزيراباد. نظم حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان احتجاجات في عدد من المدن الباكستانية. أكد مسؤول بالحزب أن الاحتجاجات سوف تستمر في أنحاء البلاد حتى تلبية مطلب خان باستقالة رئيس الوزراء شهباز شريف وإجراء انتخابات مبكرة. بدوره دعا وزير الداخلية الباكستاني رناثنا الله حزب تحريك إنصاف إلى مراجعة أمن رئيسه عمران خان بعد إطلاق النار عليه. وقال وزير الداخلية الباكستاني إنه تم إبلاغ حزب عمران خان بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكنه تجاهل ذلك. نأخذ في الاعتبار أهمية وخطورة هذا الحادث، فإننا نناشد قادة حزب تحريك إنصاف وعمران خان بأنه ينبغي عليهم مراجعة عمليات التأمين. طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جميع الأطراف في باكستان بالامتناع عن أي أعمال عنف، وقال إن العنف ليس له مكان في السياسة، مضيفا أن الولايات المتحدة عليها التزامات شديدة تجاه باكستان لتظل ديمقراطية وسلمية وتقف إلى جانب الشعب الباكستاني. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. في تصعيد جديد بين سول وبيونغ يانغ، كوريا الجنوبية تنشر 80 طائرة مقاتلة. أهلا بكم من جديد. جدد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الدعوة للحوار للتحول بوثيقة الأخوة الإنسانية من الإطار النظري إلى العملية. وخلال مشاركته في ملتقى البحرين للحوار قال شيخ الأزهر إن التغيرات المناخية كارثة من صنع الإنسان، وأضاف أن المآسي التي تشهدها بعض دول العالم هي من غياب ضوابط العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الشرق والغرب يحتاج بعضهم إلى البعض وأنه يجب ألا نيأس من أن تستعيد العلاقات بين الطرفين صحتها. ودعا الطيب إلى وقف خطابات الكراهية المتبادلة. وأكد الطيب أن أزمة تغير المناخ كارثة من صنع الإنسان المنقلع من قيود الدين والأخلاق، داعيا أولي الأمر في التصدي لهذه الكارثة. أزمة البيئة وتغير المناخ والكلام فيها طويل وذو شجون، وموجز القول وأن هذه الكارثة هي أيضا من صنع الإنسان المنخلع من قيود الدين والأخلاق، وهي أثر من آثار الأنانية. وفيما أعتقد فإنما يجب علينا نحن علماء الأديان ورجالها حيال هذه الأوضاع هو أن نبلغ صرختنا إلى أولي الأمر وأولي الثراء الفاحش بأن يفكروا ولو قليلا في مصيرهم هم قبل غيرهم، وأن ينفروا خفافا وثقالا للتصدي لهذه الكارثة. ولا علينا إن استجابوا أو جعلوا أصابعهم في آذانهم.
توفي في العاصمة البريطانية لندن إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ومسؤول تنظيمها الدولي عن عمر نهز 85 عاما. وأصدرت جماعة الإخوان الإرهابية بيانا نعت فيه منير الذي تولى منصبه في عام 2020، هذا وكان منير يقيم في لندن منذ ستينيات القرن الماضي. نتحول إلى الزميل أحمد أبو زيد للمزيد من المتابعة والتحليل حول وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ومسؤول تنظيمها الدولي. إليك أحمد. شكرا جزيلا لكما رغدة وشيماء. لمزيد من المتابعة سيكون معنا الآن على الهواء مباشرة من القاهرة الأستاذ أحمد كامل البحيري الباحث والمتخصص في شؤون الإرهاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بحضرتك. نسب إلى إبراهيم منير أنه كان سببا أساسيا في تعميق الانقسام الذي طال التنظيم على مدار السنوات الأخيرة، ما الذي سيتغير أو سيختلف في الجماعة بعد وفاة إبراهيم منير؟ الاختلاف هو مزيد من الانقسام، يعني هو ليس اختلافا أكثر منه يمكن نطلق عليه تعميق الأزمة. نحن نتحدث الآن عن ثلاث جبهات لا يوجد الآن منذ ما يقرب من عامين تقريبا ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين كجماعة متماسكة واحدة، ولكن نحن نتحدث عن جماعات أو ثلاث جماعات متناحرة بينهم تشكك البعض، تتهم البعض بالفساد المالي والفساد الإداري، اتهامات باختلاسات وأمور مالية كثيرة كما حدث ما بين جبهة تركيا بقيادة محمود حسين وجبهة لندن محمود إبراهيم منير، ومن ثم ظهرت ما يسمى أو إعادة ما يمكن إطلق عليه الجماعة الداخلية أو مجموعة محمد كمال، وهي الجماعة التي خرجت من عباءة الإخوان المسلمين متمثلة فيما يسمى بالجناح المسلح الذي تم تشكيل بعض الفصائل الإرهابية منه زي حسم الثورة، والتي ظهرت تقريبا في وثيقة يناير عام 2015 والتي بدأت ترجع مرة أخرى في كجزء من الصراع أو محاولة اقتناص الفرصة لما يمكن أن نطلق عليه إعادة السيطرة على ما تبقى من جماعة الإخوان المسلمين. الآن نحن أمام إشكالية كبرى، الإشكالية الأكبر بالنسبة لجبهة لندن، من ستولى مسؤولية جبهة لندن، خاصة أن الأسماء المطروحة هي الأسماء الأضعف مقارنة بإبراهيم منير، سواء كان محمود الأبياري أو حتى حلم الجزار وهو الأقرب الآن بالرغم إشكالية عدم وجوده كعضو مجلس الشورى بما يتنافى مع اللائحة والأقل سنا طبقا حتى للمادة 4 والمادة 5 من اللائحة التي تحدد اختيار أكبر الأعضاء سنا في حالة عدم وجود المرشد أو نوابه. الآن الجماعة تشهد ما يمكن أن نطلق عليه الأزمة الكبرى الداخلية في بنيتها التنظيمية بينهم البعض بين فصائلها، وليس فكرة أن هناك مواجهة ما بين دولة وبين جماعة الإخوان المسلمين. نحن نتحدث عن جماعة الأقل في السيطرة على مستوى تاريخها منذ 80 عام، الأقل في القدرة على التنظيم. هناك إشكاليات كبرى كثيرة في عملية السيطرة ما بعد إبراهيم منير. إبراهيم منير طرح سؤال مهم جدا حوالين هل هذه الأزمة يمكن أن نطلق عليها الفرصة الأخيرة أو الأزمة الأخيرة التي يمكن بعدها نتحدث عن انتهاء أو لا عدم لقدرة ما يطلق عليه جماعة الإخوان المسلمين، فنشهد جماعات عدة وليس جماعة واحدة، وهذا هو الأقرب أعتقد خلال الأيام القادمة. أستاذ أحمد، كثيرا ما كان يقال أن البنية الفكرية للتنظيم وللمنتسبين إليها تقوم بالدرجة الأولى على السمع والطاعة العمياء لا مبصرة على الإطلاق، وعلى الجميع أن يطيع أيا كان القائم بأعمال هذا المنصب حتى لو كان حجرا كما كانوا يقولون في وقت سابق. ما الذي تغير في البنية الفكرية إذا كان هناك تغير قد طرأ عليها يجعل بعض الصبية أو الصغار يناطحون الكبار العداء ويتهمونهم في ذمامهم المالية وفي بعض الاتهامات الأخلاقية في بعض الأحيان، بالقدر الذي تحول فيه الأمر إلى ثلاث جماعات تقريبا لا جماعة واحدة؟ نحن نتحدث عن سمع الطاعة هو ما زال قائم، يعني فكرة البيعة المقابر هذا مصطلح شهير داخل جماعة الإخوان المسلمين. بيعة المقابر هو اختيار المرشد على يوم وفاة المرشد السابق، وكان يتم منذ وفاة مصطفى مشهور وما بعده من الهضيب الصغير حتى وصولا لمهدي عاكف، ثم انتقلنا إلى مسمى بيعة الاختيار اللي هي حدثت في 2009-2010 مع محمد بديع. الآن نحن نتحدث عن بيعة الاضطرار، نحن نتحدث عن اضطرار لظهور صورة ما لشخص ما. أعتقد أني الآن الأزمة أكبر من مسمى البيعة، نحن نتحدث عن تناحر للسيطرة على مليارات تضمها جماعة الإخوان المسلمين. الآن الصراع الآن هو صراع مالي أكثر منه صراع فكري، الصراع الآن أكثر صراع اقتصادي وسيطرة على شركات. جزء من أزمة محمود حسين وإبراهيم منير منذ ديسمبر 2021 هو السيطرة على شركات العقارات الكبرى التي موجودة في العديد من الدول الآسيوية
وبعض الدول الأفريقية، والكثير من الأموال التي تتحكم فيها ما يطلق عليها الحرس القديم أو جبهة يوسف ندى ومجموعة لندن، وإحنا نتحدث عن مليارات الجنيهات بشكل كبير جدا. فالآن أصبح من يسيطر على هذه الأموال وعلى هذه المنظومة الاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين المترامية في بعض الدول، سواء في آسيا أو في أوروبا أو في أفريقيا. الجزء الآخر هو السيطرة الإعلامية. جزء من الأزمة التي تتم على مدار ما يقرب من عام هو من يسيطر على وسائل الإعلام سواء التقليدية أو السوشيال ميديا لجماعة الإخوان المسلمين. جزء منها الآن أصبح انتقال بعض القنوات التي كانت تبث من إحدى الدول الإقليمية إلى لندن، أصبحت مقرها الآن لندن وبعض الدول الأوروبية، وهي كانت محاولة. أستاذ أحمد، هو أنا سؤالي كان قائم على شكل الاختلاف ما بين ما كان قديما من أن الشباب الصغير لم يكن يقوى على أن يجهر بمنكر أتاه أحد قادتهم لو رآه بكلتا عينيه، فإذا بالأمر يتحول إلى اتهامات في الذمم المالية وباختلاسات وبسيطرة على مؤسسات اقتصادية وما إلى ذلك، وصولا حتى إلى بعض الاتهامات الأخلاقية، المستويات الأدنى دون مستوى القمة. ما الذي تغير في عقيدتها الفكرية إذا كان الوصف لائقا حتى تستطيع أن تتجرأ بهذا الشكل؟ هناك يعني اعتقد ان الاضطراب الان هو محاوله الخروج، لو احنا حللنا البيان او ما يطلق عليه جبهه التغيير او مجموعه محمد كمال، البيان اللي صدر من اقل من حوالي 10 ايام، نحن نتحدث نجد ان هناك جناح من الشباب رفض الطرفين، رفض المجموعه الموجوده في اسطنبول او المجموعه الموجوده في لندن، واصبح الان يشكل مستويات اخرى بديله عن الجناحين. الجزء الاخر هو محاوله انحياز بعض الاطراف من عناصر الإخوان لما يسمى بالانحياز اتجاه العنف أو الاقتراب اتجاه العنف بشكل كبير جدا، وهنا محاولة أو إعادة محاولة بعض الأطراف وخاصة المجموعة التي يسيطر عليها يحيى موسى المتهم في اغتيال النائب العام المصري السابق، لما يمكن إعادة إطلاق أو إحياء مرة أخرى يمكن أطلق عليه الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين كما شاهدناه في 2016 بأطلق عليها ما يسمى بحسم أولياء الثورة. أعتقد أن التغيرات الآن هي تغيرات تكتيكية وليست تغيرات فقهية أو فكرية على بنية جماعة الإخوان المسلمين، وإن كان هناك اقتراب من بعض الأجنحة لما يسمى بالأفكار الأكثر تشددا داخل بنية الإخوان. مش هنا لا يطلق عليهم الجناح القطبي، الجناح القطبي الآن أصبح كده زي ما بنتكلم على الفرق بين القاعدة وبين داعش، يعني القاعدة كانت أقل عنفا من داعش، نحن نتحدث الآن أن الجناح القطبي أصبح الآن أقل عنفا من الجناح الأكثر تشددا، والذي تمثل فيما يسمى ممكن أن نطلق عليه الكماليون أو أتباع محمد كمال، والذي تم مقتله في عام 2016 على يد القوات الأمن المصرية. نحن نتحدث عن محاولة جر بعض الأطراف لما يسمى بمزيد من الراديكالية، مزيد من العنف، خاصة من بعض الأطراف التي تقيم الآن في بعض دول الجوار وبعض الدول الأوروبية، لمحاولة أخذ منحنى أو إعادة إحياء ما كان يحدث في مصر منذ عام 2015، والتي تتوقف الحمد لله منذ أغسطس 2019، وكانت آخر عملية قام بها هذا التنظيم في الوادي والدلتا هي المعروفة إعلاميا بمعهد الأورام. ومن هذه اللحظة لم تشهد مصر أو الداخل المصري أي عملية إرهابية على مدار ما يقرب من عامين ونصف. أستاذ أحمد كامل البحيري الباحث والمتخصص في شؤون الإرهاب في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منضما إلينا على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك. الآن العودة من جديد إلى رغدة وشيماء لاستكمال ما تبقى من فقرات هذه النشرة إليكما. شكرا لك أحمد. نشرت كوريا الجنوبية ما يصل إلى 80 طائرة مقاتلة من بينها مقاتلات من طراز شبح، وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية إنها اتخذت إجراءات مضادة بعد رصد حوالي 180 مسارا لطائرات حربية كورية شمالية. وذكرت الهيئة أن الطائرات حلقت في مختلف الأجواء في أراضي الجزء الشمالي ومياه الشرق والغربي من شبه الجزيرة الكورية. حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن أي هجوم نووي على الولايات المتحدة وحلفائها من جانب كوريا الشمالية سيؤدي إلى نهاية نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وأشار أوستن خلال لقائه مع نظيره الكوري الجنوبي لي كونغ سوب إلى أن أي هجوم نووي ضد واشنطن بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية فهو غير مقبول وسينتهي بنهاية نظام كيم.
قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن واشنطن تعتقد أن للصين وروسيا نفوذا يمكن استخدامه لإقناع كوريا الشمالية بعدم استئناف تجارب القنبلة النووية، وأشار إلى أن بيونغ يانغ تجري حسابات حول درجة التقبل للآخرين في المنطقة لتلك التجارب وخاصة موسكو وبكين. وأضاف أن الولايات المتحدة كانت تقول منذ مايو إن كوريا الشمالية تستعد لاستئناف تجارب نووية لأول مرة منذ عام 2017، ولم يتضح متى قد تجرى مثل هذه الاختبارات. قررت الإدارة الجديدة لشركة تويتر التي استحوذ عليها إيلون ماسك إلغاء يوم رحلة أو راحة كانت منحته خلال جائحة كورونا لموظفيها. وكذلك ألغت الشركة العمل عن بعد على أن يعود الموظفون إلى الدوام الكامل والعمل من مكاتبهم. من أجل مساعدة الإنسانية كان هذا مبرر إيلون ماسك في خطوة استحواذه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في صفقة قيمتها 44 مليار دولار. التكهنات بشأن أهداف ماسك من الصفقة أثارها مشهد له وهو يترجل إلى مقر تويتر حاملاً حوض غسيل مصحوباً بتغريدة له قال فيها: دخول مقر تويتر، دعونا نغوص فيه. أولى نتائج غوص ماسك في تويتر تجسدت في إجراءات جذرية بدأها بسحب 50 موظفاً من شركته تسلا إلى تويتر، فيما أفادت وكالة بلومبرغ بأنه يخطط لإلغاء نحو 3700 وظيفة في تويتر، أي نحو نصف عدد العاملين. حملة خفض الوظائف بدأها ماسك من القيادة العليا للشركة، والتي اتهمها سابقاً بتضليله بشأن عدد الحسابات المزيفة على تويتر. وفي خططه التي أعلنها قبل الصفقة قال إنه يسعى للتخلص من تلك الحسابات. ماسك قال كذلك إن تويتر يجب أن يكون دافئاً ويرحب بالجميع على حد تعبيره، إلا أنه نفى أن المنصة ستتبع نهج تمرير أي شيء. من هنا قرر المالك الجديد للمنصة الإعلان عن رسم شهري قدره 8 دولارات مقابل العلامة الزرقاء بالمنصة، في خطوة تستهدف زيادة الاشتراكات وجعل تويتر أقل اعتماداً على الإعلانات. عدد من مرتادي تطبيق العصفور الأزرق اعتبروا الخطوة نوعاً من الابتزاز، بينما في استطلاع نشرته رويترز أبدى أكثر من 80% من مستخدمي تويترز نيتهم عدم دفع أموال مقابل العلامة الزرقاء، بينما آخرون قالوا إنهم على استعداد لدفع 5 دولارات فقط. والآن بعد إتمام الصفقة أصبحت إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم تواجه مصيراً مجهولاً بشأن كيفية تعامل المالك الجديد مع شركة كان هو نفسه كثير الهجوم عليها. نشرتنا مستمرة من القاهرة الإخبارية وفيها بعد الفاصل. قبل أيام من مؤتمر كوب 27 مسيرة لنشطاء بيئة بشرم الشيخ تدعو لتحرك دولي لمواجهة التغيرات المناخية. أهلا بكم من جديد. نظمت حملة شعلة العدالة المناخية مسيرة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة نشطاء مهتمين بالبيئة من عدة دول إفريقية قبيل انطلاق قمة المناخ المقررة الأحد المقبل. وطالبت الحملة بضرورة التحرك العاجل لمواجهة التغيرات المناخية والنظر إلى قارة إفريقيا لما تعانيه من تداعيات للتغير المناخي. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك مشاركته في قمة المناخ العالمية كوب 27 التي تستضيفها مصر بداية من 6 نوفمبر الحالي. وعزى سوناك مشاركته في قمة المناخ إلى متابعة ما وصفه بإرث غلاسكو في بناء مستقبل آمن ومستدام، في إشارة إلى قمة المناخ كوب 26 التي نظمتها المملكة المتحدة في مدينة غلاسكو باسكتلندا. وقال في تغريدة على حسابه بتويتر إنه لا يوجد ازدهار طويل الأمد دون اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، ولا يوجد أمن للطاقة دون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
أقام الملك تشارلز الثالث حفل استقبال بقصر باكنغهام بمناسبة انتهاء رئاسة المملكة المتحدة لقمة المناخ السابقة كوب 26، وذلك قبل يومين من انعقاد كوب 27 بمدينة شرم الشيخ بمصر. ضم الحفل أكثر من 200 قائد من قادة الأعمال الدوليين والمنظمات غير الحكومية، على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك والمبعوث الخاص للولايات المتحدة بشأن تغير المناخ جون كيري. إلى أخبار الاقتصاد، حيث ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% مع هبوط للدولار وقرب سريان حظر كامل من الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي. هذا وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ب 4.2% إلى 98.48 دولار للبرميل، ويتجه العقد صوب تسجيل ارتفاع أسبوعي بأكثر من 3%. هذا وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 4.7% إلى 92.31 دولار للبرميل، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بمقدار 5%. سجل مؤشر بورصة أبوظبي الرئيسي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10455 نقطة بنهاية تعاملات اليوم. وفي دبي تحرك مؤشر السوق الرئيسي صعودا بنحو 6%، وذلك بدعم من مكاسب قطاعي البنوك والعقارات. وصعدت مؤشرات الأسهم في الإمارات في اقتفاء لأثر ارتفاع أسعار النفط والتي ارتفعت بنحو 4%. رصدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاعا بأسعار الحبوب خلال أكتوبر الماضي. هذا وارتفع مؤشر الحبوب 3% مع صعود القمح 3.2% نتيجة ارتباك سلاسل الإمداد من أوكرانيا. هذا وبقى مؤشر أسعار الغذاء دون تغيير يذكر مقارنة بشهر سبتمبر، حيث تراجعت مؤشرات أسعار جميع السلع الأساسية باستثناء الحبوب. هذا وكانت فاو خفضت توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2022 إلى 2.764 مليار طن مقابل 2.768 مليار في السابق. ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% متأثرة بتراجع طفيف للدولار، وسجل الذهب في التعاملات الفورية 1647.19 دولارا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1649.90 دولارا للأوقية. وأيضا انخفض مؤشر الدولار 4%، مما زاد من جاذبية الذهب لحائز العملات الأخرى. إلى أخبار الرياضة في نشرتنا، والبداية من القارة العجوز، حيث فشل مانشستر يونايتد في تصدر مجموعته بالدوري الأوروبي رغم فوزه على مضيفه ريال سوسيداد بهدف لا شيء. ففي الجولة الختامية من دور المجموعات اكتفى المانيو بهدف أليساندرو كارناتشو في الدقيقة 17 ليضطر لمواجهة أحد الفرق القادمة من دوري أبطال أوروبا. الفوز غير الكافي رفع رصيد الشياطين الحمر إلى 15 نقطة ليبقى في وصفة الترتيب بفارق الأهداف عن سوسيداد المتصدر والذي تأهل مباشرة إلى الدور ثمن النهائي.
وضمن المجموعة الأولى تغلب أرسنال الإنجليزي على ضيفه زيورخ السويسري بهدف واحد دون رد. سجل المدافع كيران تيرني هدف اللقاء الوحيد للغانرز بالدقيقة 17 من بداية اللقاء. بهذا الفوز ارتفع رصيد أرسنال إلى 15 نقطة بالصدارة ليؤكد تأهله لثمن النهائي، بينما توقف رصيد زيورخ عند 3 نقاط ليودع البطولة. ولحساب المجموعة الثامنة تغلب موناكو الفرنسي على ضيفه سيرفينا الصربي بأربعة أهداف مقابل هدف. الفوز رفع رصيد موناكو إلى 20 نقاط في المركز الثاني ليتأهل للدور الإقصائي للبطولة، بينما توقف رصيد سيرفينا عند 6 نقاط ليودع البطولة. حجز روما الإيطالي مقعدًا في الدور الإقصائي للبطولة الأوروبية بتخطي ضيفه لودوغوريتس البلغاري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة. الفوز رفع رصيد روما إلى 10 نقاط بالمركز الثاني ليبلغ الدور الإقصائي، بينما توقف رصيد لودوغوريتس عند 7 نقاط ليتحول لمنافسات دور المؤتمر الأوروبي. إلى هنا نصل لختام هذه النشرة، لم يتبقى سوى التذكير بأهم عناوينها. وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون أن استخدام روسيا أي أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية سيواجه بعواقب وخيمة. روسيا تعلن فرض حظر التجول في خرسون على مدار اليوم. اشتباكات بين أنصار عمران خان وقوات الأمن الباكستانية في إقليم البنجاب. إلى هنا تنتهي النشرة، ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. إلى اللقاء. إلى اللقاء.